اللهم صل وسلم وبارك عليه، صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد العياء والتواضع، يخسف نعله ويرقى ثوبه ويعلب شأته، ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، صلى الله عليه. ويحب الفقراء والمساكين، ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدفعه الفقر وأشواك. اللهم صل وسلم عليه. ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، صلى الله عليه. ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه، اللهم صل وسلم عليه. ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري، ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، صلى الله عليه. ويركب البعير والفرس والبغلة وعمارا بعض الملوك إليه أهدى، اللهم صل وسلم عليه. وينصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، صلى الله عليه. وراودته الجبال بأن تكون له ذابا فأبى، اللهم صل وسلم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعية، صلى الله عليه. ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمزع ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه، اللهم صل وسلم عليه. وها هنا وقف بنا جواد المقال، جواد المقال يعني الطراد في العلبة البياني، صلى الله عليه. وبلغ ضاعن الإملاء في فدافر الإضاء منتهى، عتر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم عليه وعلى